قالت الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بالوفا إن اتفاق الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 يسهم في تحقيق أولويات مصر وخطط التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. من جانبها أكدت دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن منظمة الصحة مشتركة في تنفيذ كافة أطر التعاون، موضحة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الاهتمام بالجوانب الصحية المختلفة. كان لنا اليوم شرف توقيع وإطلاق استراتيجية إطار التعاون المشترك بيننا وبين جمهورية مصر العربية لمدة 5 سنوات، وكل الشكر لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتورة رانيا وزيرة التعاون الدولي. وقد عملنا معا خلال عام كامل للوصول لهذا الإطار للخروج بخمسة أعمدة أساسية لتطوير العنصر البشري من صحة وتعليم وإزدهار تطوير الصناعة وتمكين الشباب والمرأة، بالإضافة للحوكمة والتعامل مع التغيرات المناخية للبناء مع مخرجات كوب 27. الصحة بالنسبة لك منظمة الصحة العالمية داخلة في كل المقومات، مثلا داخلة بالنسبة للحفاظ على البيئة، داخلة في كيفية الحوكمة والقيادة بمجال الصحة، وفي نفس الوقت بالنسبة لتعزيز صحة النساء، صحة الفتيات، لأن لن تكون هناك تنمية أو اقتصاد إذا لن تكون هناك صحة. ممكن الواحد يأخذ أعلى درجات العلمية بس بعدين ما يقدر يقدم. فلما نتكلم على الاستثمار في البشر، البشر من جميع النواحي، لدينا احنا كمنظمة الصحة العالمية بعملنا بجمهورية مصر العربية بالتعاون اللصيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى المعنية والمتعلقة بالصحة. العمل اللي مركزين عليه أن مفهوم الصحة في جميع السياسات، والصحة تكون لما مثلا نضع أي سياسة بالنسبة لفرضا مواصلات، كيف نرى من منظور الصحة أن تكون مواصلات آمنة، لا يعني تخطيط آمن، المدن الصحية كيف إيجاد مدن صحية، لأن إذا حافظنا على تقليل درجة تلوث الهواء، حافظنا على أن نقلل من التدخين مثلا، كل هذا ليس فقط في جزء ولكنك لا تبعيات بما فيهم الازدهار، فلذلك نتكلم عن الصحة داخلة في كل المحاور.